بما اني سالت كتير عن افضل تليفون في التصوير، كنت ممكن قلت لك التليفون الفلاني في الفئه المتوسطه وخلاص وريحتك، ولكن اللي هو بيقول لك يعني لا تعطيني سمكه ولكن علمني كيف اصطاد. انا هعرفك النقط المهمه جدا والاساسيه اللي بناء عليها تختار التليفون اللي يناسبك في التصوير. بص يا صاحبي، في 3 نقط مهمين جدا جدا لازم تركز عليهم وانت بتختار تليفونك لو انت راجل بتحب التصوير. على راسهم فتحه العدسه، ودي اهم حاجه. تاني حاجه السنسور او المستشعر المستخدم في الكاميرا الرئيسيه. تالت حاجه المعالج. التلات حاجات دول اهم 3 حاجات لما تيجي تختار تليفون وعايز يكون احترافي في التصوير. وخلينا نبدا معاك من اول حاجه وهي فتحه العدسه. لازم تكون عارف حاجه، كل ما رقم فتحه العدسه بيقل كل ما كتر فتحه العدسه بيزيد. يعني خلينا نضرب لك مثال، التليفونات الموجوده حاليا في الفئه المتوسطه معظمها f1.8. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه f1.8؟ ما انت ما تسمعش كلامه خلاص، لازم تكون فاهم. معنى كده ان قطر العدسه كبير، وكل ما قطر العدسه بيكبر كل ما تجميع الضوء بيزيد، وبيكون كمان مثالي في التصوير في الاضاءه المنخفضه او الاضاءه الليليه. ومتهيأ لي اكبر رقم وصلنا له حاليا في فتحه العدسه هو f1.6 تقريبا او حاجه زي كده. هو ما ينفعش اصلا يكون فتحه العدسه اكبر من كده في اي تليفون لاسباب تانية من ضمنها العزل، لان كل ما فتحه العدسه بتكبر كل ما العزل حوالين الجسم اللي انت بتصوره بيزيد. لذلك بتلاقي الريلمي 6 والنوت 9 اس وحتى الاف 11 برو لاحظت فيهم ان انت لو قربت شويه من الكاميرا في الفيديو بيقدر يعمل عزل، وده زي ما قلت لك بيرجع لنقطه فتحه العدسه الكبيره. طيب ده كان بالنسبه للفيديو، دي اهم حاجه. اتكلم معاك عن نقطه الصور اللي هنا بيجي دور السنسور او المستشعر الموجود. وافضل مستشعر شفته حتى الان في الفيلم هو مستشعر سامسونج جي دبليو 1، وده اللي انا شفته في الريلمي 6. كان بيديني صور متفوقه جدا وصور ممتازه، بالاضافه ان هي جايه بدقه 64 ميجا بكسل. فدول اهم حاجتين اتكلمنا عنهم في الاول، اللي هي فتحه العدسه وسنسور المستخدم. لازم طالما بتتكلم فتحه عدسه كبيره مع سنسور جي دبليو 1 قوي وبيديك تفاصيل عاليه، فلازم يكون في معالج قوي يقدر يعالج كميه المعلومات اللي خارجه من الكاميرا ورايحه للمعالج. فافضل معالجات بتديك يعني تفاصيل وصور ممتازه جدا وحتى الفيديوهات هي معالجات سناب دراجون والميديا تك عن تجربه. ويمكن انا بميل اكتر لمعالج الميديا تك خصوصا مع مستشعر الجي دبليو 1 من سامسونج. مش عارف، انا شفت في الريدمي نوت 8 برو وكذلك الريلمي 6 المستشعر ده مع المعالج ده بدون صور، يعني اقدر اقول لك اعلى من هواتف موجوده في فئه ال 5000 جنيه، وده اللي انا شفته اثناء تجربتي للريلمي 6. وارجع افكرك ان اهم 3 حاجات فتحه العدسه وكذلك السنسور والمعالج اللي هيعالج الصور، لان المعالج بصوته مش العاب بس على فكره، المعالج ليه دور رئيسي ودور فعال في موضوع الصور. عايز اقول لك ان الريلمي 6 لاحظت فيه حاجه غريبه مع معالج الميديا تك بالاضافه للمستشعر اللي هو جي دبليو 1، انه مجرد ما بتلقط الصوره بدقه 64 ميجا بكسل بيخرجها لك على طول، ما بياخدش وقت خالص، بعكس النوت 9 اس. النوت 9 اس بياخد حوالي ثانيتين، فعلا ثانيه اتنين، عشان يقدر يعالج الصوره اللي خارجه من المستشعر قبل ما يوديها للمعالج وترجع له تاني. فمش عارف البطء ده منين، هل البطء ده من المعالج؟ بس ده كان سناب دراجون 720 جي. لذلك بقول لك ان انا شايف ان معالجات الميديا تك بالتحديد مع السنسور المستخدم من سامسونج جي دبليو 1 بيدوني افضل صور ممكنه، وده اللي انا شايفه في الريلمي 6 عشان اكون صريح معاك. فخليني بقى اقول لك حاجه في سرك كده، ان افضل جهاز في الفئه المتوسطه اللي هو اقدر اقول لك كمان من اول ال 3000 و4000 و5000 الريلمي 6. الريلمي 6 تفاصيل ممتازه جدا، معالجه للصور مفيش بعد كده، وعايز اقول لك كمان انه هيفضل محافظ على تفوقه ده وعلى منافسته دي حتى اخر العام والاجهزه اللي نازله كمان. بس كده، فده كان توضيح سريع جدا عن اهم حاجات تاخد بالك منها لو انت بتحب التصوير بقى مع اصحابك او بتحب تصور الطبيعه والكلام ده كله. فحبيت ان انا الم بشكل سريع جدا اهم 3 عناصر تركز عليهم قبل ما تشتري جهازك. اتمنى يكون الفيديو افادك وعجبك، ولو الفيديو افادك ودي اول زياره ليك تنساش تشترك في القناه، تفعل الجرس عشان تتابع كل جديد وتعمل اعجاب بالفيديو ده لو الفيديو عجبك. ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.